أهلا بكم من جديد. وزير الصحة العراقي أعلن بأنه أكو عملية دراسة اليوم لإيقاف المدارس والجامعات في العراق، وقفوها لمدة أسبوعين تقريبا أو أكثر، لأنه ظروف الكورونا فيروس خلاص صارت صعبة جدا، وهذه واحدة من الإجراءات اللي هواية دول اتخذتها حتى تصير عمليات الوقاية، اللقاح وغيرها، نشر التوعية الصحية بين الطلاب وغيرها، واليوم حتى صارت بالعتبات المقدسة أيضا عمليات تحرك من أجل توفير مضادات ورش مضادات موجودة بهذه المناطق. لذلك أي تجمعات أو غيرها هذه تكون خطرة إذا ما طلع أي واحد مصاب بالكورونا فيروس، شغلة أبدا مو للمزح ولا غيرها. لكن تطور غلق المدارس والجامعات هو تطور هائل، ويدلل أنه العراق فعليا دا يواجه مشكلة حقيقية، وهو يواجه مشكلة حقيقية حتى ولو الإصابات اللي عندنا هي كلها بس 5 إصابات. والدليل على ذلك كلام منظمة الصحة العالمية البارحة، وخليني يا زميلي المخرج، يعني منظمة الصحة العالمية البارحة قالت الآتي، قالت يجب على جميع البلدان الاستعداد لوباء محتمل. هسه هم كلمة وباء طبيعية عندنا بالعربي، لكن هم استخدموا مصطلح بانديميك، وبانديميك هنا معناتها هذا يستخدم عادة للوباء اللي هو يتنقل بالقارات، يتنقل بسرعة بين القارات. وهذا طبعا فشي واقع اليوم صاير. احنا عندنا دول هواية الان بالعالم، مثل ما تشوفون الان من هذه الخارطة المباشرة تشوفون موجودة بكل مكان، بالصين، وصارت بالميدل ايست اللي هو الشرق الاوسط، وبامريكا، وباستراليا، وسنغافورة، وماليزيا، على الرغم من كوالالمبور العاصمة وغيرها ما صارت بها هذه، لكن اكو بعض الجزر بها صارت بها هذه القضية، تايلاند وغيرها. يعني هذه خلص قضية وباء سريع دا ينتشر. منظمة العفو الدولية على فكرة صرحت البارحة هذا التصريح بعد ما اجت تأكيدات إصابة الكورونا فيروس بالعراق وبالبحرين وبالكويت وبعمان، ولا زالت هي بالانتشار لحد الآن. ماكو دواء، ماكو لقاح، ماكو شيء يوقف أمام الكورونا فيروس، لأن هو بطبيعته ينتشر بسرعة، يتقسم بسرعة بالجسم، وتتحول خلايا، يعني تصير بها طفرات جينية داخل جسم الإنسان، وبالتالي القضية ما إلها حل غير أنه أنت لازم مناعتك تكون قوية. وهذا الموضوع إحنا أكدناه البارحة ونرجع نأكده اليوم، فلا بد الاهتمام بالفرد أولا وبعدين الاهتمام بالجماعة. لذلك وزارة الصحة تحاول تأخذ الإجراءات اللي تقدر عليها. المشكلة بكل هذا الموضوع ممثل عن منظمة الصحة العالمية صرح إلى الجارديان البريطانية، قال بصريح العبارة، مدح الصين شلون هم أدوا أداء رائع في مواجهة الكورونا فيروس. تخيل يعني مع كل هذا الانتشار والإصابات الهائلة، يعني يمكن 73,000 واحد انصابوا بالصين وعدهم وفيات وغيرها. شوف شنو اللي قال الممثل عن منظمة الصحة العالمية اللي هو بروس إيلرود. قال أشاد بروس إيلرود بتدابير الحجر الصحي وإجراءات الاحتواء الصارمة في الصين، لكنه حذر من أن الدولة الأخرى أو الدول الأخرى عفوا ببساطة ليست مستعدة لاحتواء تفشي هذا المرض. ومن الدول الغير المستعدة ما يحتاج يشير إنه إحنا واحدة من الدول الغير مستعدة، حتى لو الإصابات عندنا قليلة ولحد الآن والحمد لله والشكر ما عندنا أي وفيات وأكو إجراءات وغيره، إحنا من الدول الغير مستعدة. وأبسط مثال على هذا الموضوع إنه إحنا لا عندنا كاميرات حرارية لا بالمطارات، ولا عندنا كاميرات حرارية على الحدود البرية، ولا عندنا أجهزة عملية تسوي الإسكان لأي وباء أو مرض أو غيرها من زمان مو هسة. وهذه القضية للأسف الشديد صرح بها مؤخرا، خليني هزميل المخرج، السيد البريفكاني اللي هو طبعا نائب رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي، قال عدم وجود كاميرات حرارية في المنافذ الحدودية وعدم وجود أجهزة تشخيص مختبرية في بعض المحافظات زادا من الأعباء التي واجهتها خلية الأزمة التي تحاول السيطرة على مخاطر انتشار كورونا في العراق. فإحنا خلاص إحنا معناته هسة مع كل هذه الإجراءات لوزارة الصحة وغيرها أكثر الدول تطورا في العالم وعدها كل هذه الإمكانيات وما قدرت تسوي شيء. وخلينا نعطيكم مثال بسيط، يعني إنفلونزا الطيور H1N1 اللي انتشر بال2009، يعني هذه قبل تنظيم داعش وقبل الهوسة وقبل ما العراق يدخل بعجز، على الرغم هذه فترة يعني اتهمت بالفساد وبالسرقات وغيرها، لكن يعني شوفوا هسه هذا على سبيل المثال، خلينا نشوف زميل مخرج، يعني إنفلونزا الطيور، شوفوا هذه الكاميرات الحرارية اللي المفروض هي تتنصب بالمطارات واللي لازم موجودة على المنافذ الحدودية من بعيد تقيس درجة حرارته
للي جايك من بعيد تشوف درجة حرارته مرتفعة أو بها اضطراب 37 38 درجة حرارته، رأسا تتم عملية إيقافه. وهذه الدول هذني كلهن، يعني ماليزيا على فكرة الآن عندهم 22 إصابة، 18 من عندهم الآن عادوا بصحة جيدة، لكن احنا هنا نرويكم إنفلونزا الطيور شلون يتعاملون بها. هذه اللي احنا لازم عندنا، وغريبة من 2009 صارت إنفلونزا الطيور واحنا اصلا يعني لا بها ولا عليها ولا عرفنا نستثمر بهيك شغله، بس حتى نحمي شعبنا العراقي ونبتعد من هذه الاوبئه. غريبه جدا، يعني العراق كل اللي سمعناه سواه لما صار الإنفلونزا الطيور، يعني عدمة ودجاج وبالمحافظات وغيرها وخلصت، والله ستر على العراقيين انه الموضوع ما انتشر ولا صار بشكل كبير. لكن الكورونا فيروس اخطر من H1N1 اللي هو إنفلونزا الطيور اللي نحكي بيه، واخطر من فيروس ايبولا. فلازم اليوم تصير نظرة حقيقية وواقعية انه هيجي شغلات، هيجي تكنولوجيا لازم تكون موجودة، لازم تصرفون كم فلس حتى تطلعون العراقيين من هذه القضية. هذه قضية خطرة، الإجراءات اللي تتخذها وزارة الصحة الله يعينهم، إجراءات دي يحاولون قدر الإمكان انه يخلصون من هذا الموضوع، لكن عندنا واقع حقيقي انه احنا ابسط الامور التكنولوجيه غير موجوده. جهاز يستخدموه الان بالمطارات بالعراق نعم، لكن هو يوجه الى جبهه المواطن القادم المسافر، لكن مو كافي. هذا قد يمر وهو ماخذ العدوى، يعني مو كافي، بدايات العدوى ما تبين بالكورونا فيروس بحسب الكثير من الخبراء. لذلك الحذر، الحذر من هذا الموضوع، والا ما حد راح ياكلها غير الشعب العراقي.